النهارده شفت مباراه الاهلي وسنوديب ازاي؟ يعني كلنا شفناها على المستوى الفني، باختصار شفتها ازاي واهم مكاسب النادي الاهلي من مباراه النهارده؟ يعني اعتقد النهارده نتيجه كبيره 4-0، لكن كان ممكن تبقى اكبر وكان المفروض تبقى اكبر. اعتقد انه الاهلي عنده عقليه الفوز بعدد كبير من الاهداف، موسيماني نفسه عنده نفس العقليه دي، كنت اتمنى ان النتيجه كمان تزيد اكتر من كده.